من الشأن الأمريكي إلى شؤوننا الداخلية. النهاردة بدأت لجنة الخمسين اجتماعاتها بشكل رسمي، واجتماعات كانت مغلقة، وهيكون في يعني لم يكن هناك تصريحات ولم يكن هناك تواجد للصحفيين خلال هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات في اللجان النوعية ومن خلال الاجتماع العام. ولكن بالتأكيد هنحاول أن احنا نتعرف مع حضراتكم وخلال حلقتنا على أهم التفاصيل، وكمان تفاصيل هذا اللقاء الذي جمع السيد عمرو موسى ببعض من ممثلي لجنة العشرة. هل كان هناك اتفاق على بعض من التعديلات؟ هل هناك توجه فعل لأن يكون هناك دستور جديد بدلا من تعديل الدستور؟ هذا ما سنطرحه على ضيفنا دكتور صلاح الدين فوزي في فقرتنا الأخيرة.